جبته كان زي ما تقول صغير، وإيش عرفنا إن هم عم بسمع كانوا سنة أو 17. كنا هيك زي ما تقول عرفنا إنهم بسمع. دربان عليه كثير يعني، خدنا باله كثير. كان عمره 16، حكينا شو بدي يتعلم يعني، شو بدي يساوي. صاروا يحكوا وقته كان متعلمة يعني، صير متعلمة كوافير له سنة. كان شو رأيك نتعلم رافض كوافير؟ إنه رافض يعني إشي صعب يشتغل في شيء تاني، هذا سهل بس بده انتباه يعني الإنسان. وبعدين زي ما تقول علمنا، هو بده يتعلم، هو بده الإشي هذا. صعب عليه يشتغل وما يكون في حدا جنبه، عرفتي؟ أنا هي طول إنها بطلع اليوم بكون بالصالون بضل معاه. ليش؟ إذا أنا رحت شوي بشوف حالي إنه هو زي ما تقول خلص بده حدا يكون معه. الحمد لله كل إشي بيعرف، كل إشي بيعرف، فيش غير السماعة. يعني بسافر برا لحاله، بيجي لحاله، بسافر بروح ما في دخول، بروح على رام الله، بروح على البنوك، بسافر بعمل كل شيء بعمل لحالي يعني، ما في خوف في شيء. بس الشغلة اللي الواحد يعني بدي دعمه للشغله يعني، هو بحب كثير كثير شغله كثير، وكل واحد بيجي عنده بيكون مبسوط. لما بيجي حدا على هذا هو بحكي لهم على طول، انا بحكيش بسمعش. كلها تفضلي، بدك تسوي شرب، بدك تحممي، بدك تصبغي هيك يعني، بيسالها على طول. هو عنده تواصل مال سبحان من هاي، بدي يسوي شرب نفخ هيك شعره، بدي يعمل في الفير يعني، بيحاول عن طريق اشاره تكون بطريقه سلسه انه يتفاهم معها، عرفتي كيف يوصلها اللي هو عنده. هو ما كمل دراسته، بس بالتالي احنا توجهنا لنشوف هو شو ممكن عنده موهبه، فاكتشفنا انه هو عنده حابب كثير قصه التجميل، وهي كمان امانه لإله. فمن هون احنا درسناه في المركز في رام الله، وبناء عليه انه هو تم درس هذه الدراسه، وكان كثير شاطر وعنده موهبه كثير عاليه، وعندهم تركيز كثير قوي. لما بدهم شيء لإلهم عندهم كثير تركيز قوي لشغلتهم حتى انه ينجزوا فيها ويبدعوا فيها. هلا له فاتح هون شهر ونص يعني، له جديد طبعا، كل دعمه من اهله، من اصحابه، من كذا. مش بس كمان دور الاهل كمان بيساعد انه هدول الاشخاص يطلعوا على المجتمع، لا، هن كمان في عندك دور المسؤولين، دور المؤسسات الخاصه اللي المسؤوله عن هاي الفئه او اي اعاقه ثانية، اوكي؟ هن كمان دورهم انه كثير بقويهم، بيعطيهم دعم كثير كبير من ناحية انه احنا لما نيجي نعملهم زيارات، اوكي؟ ونطلع على مواهبهم وايش عم يعني كرأفت مثلا داخل السوق الفلسطيني وعنده مشروع خاص لإله، قديش بيعطيهم ثقة انه انتم احنا بنحسسكم نكون موجودين. يعني بتمنى من المؤسسات هاي تيجي تشوف هذه الفئات من هذه الحالات انه احنا موجودين، وبالعكس عم نمارس شغلنا وعم نعمل دخل اقتصادي، اوكي؟ عم كمان انه مش يعني بس انه مرات اهالينا بتعيننا، لا، احنا كمان عم نعين اهالينا يعني، عم نعمل دخل اوكي لعائلاتنا.